هذا اللي فهمته من الزعيم ابو العز. ورحمة امي اني انا ما عملت هذا الشيء وبحياتي ما ممكن اعمله. انا مصدقك، بس الظاهر انه القصة مدبسة فيكي، والحكي اللي عم ينقال انه كريم هو اللي دافشك على هالشيء. اي لا، انا ما رح اسكت على هالإهانة ابدا. انا هلا رايح على العمارة، هلا بدي اواجه الكل، لانه طالما انا بعيد مشاكل رح تزيد والحكي رح يضل. ما رح خليك تروح على العمارة، اذا رحت يا كريم بيقتلوك. الموت اسهل علي من الاسم على هالحكي، نحن مش حرامي. واحد الله كريم، هذا مو حل بنوب. بوس ايدك يا كريم. زيبا، ابي مصدق انه انا ممكن اسرق وممكن اعمل هيك عمله؟ صراحه الزعيم ابو العز مكسور من ورا الشيء اللي صار، بس شهادتي قدامك باريه الحاره رح تخفف الرغي والكلام الفاضي بين الناس. انا ما بيهمني كل الناس، انا بيهمني ابي، بيهمني ابو العز، هو اللي مربيني ولازم ما يشك فيني. ابو العز لساته مو متقبل الفكره، هو حكي قدام اهل الحاره لا حول ولا قوه الا بالله. احكي انه متبري منك، متبري منك ليوم الدين. ابي متبري مني؟ يعني غضبان علي؟ هيدا مش عدل، نحن ما غلطنا تيتصرفوا معنا بهالطريقه، ما غلطنا. يا لعمتك يا خاتون، ما بعرف شو بدي لكم، بس الظاهر انه القصه لساتها حاميه وبدها شويه وقت لتروق القلوب. لا، ما رح استنى لتروق القلوب، انا هلا رايحه لعند ابو العز، خليه يذبحني قدام كل الناس ورح احط عليك المهلت. لا يا خاتون، لا، انا اللي بروح، انا بلشت هالشيء وانا بتحمل مسؤوليه. لا، ما رح تروح. وحدوا الله واستهدوا بالرحمن لحتى تعرفوا تلاقوا حل، بس مين اللي له مصلحه انه